نحن سكان 19 مارس غربا، حي 19 مارس غربا، نعاني من عدة مشاكل ومن بينها الرائحة الكريهة التي تنبعث معناها كل يوم، ونعاني منها معاناة كبيرة ياسر. أول حاجة بالنسبة لها هي الذباب الذي معناها يتابع لهذه الرائحة. المواسم اللي تأتي فيها يعني الشاحنات للعملية زراعة البطاطا تكون يعني متواتر لمدة أسبوعين ثلاث، بحيث الرائحة تكون يوميا، يعني مجرد ما وصول الشاحنة عملية تفريغ تنتشر الرائحة في الحي مباشرة. إذا كان عندك مثلا يعني ملابس منشورة مثلا في السطح أو كذا يعني فتتحول رائحتها تقريبا كلها لرائحة، رائحة يعني فضلات الدجاج أكرمكم الله. وبعثنا رسالة لمقابلة الولي، لحد الساعة ما كلجنة حي ما بعثناش معناها استدعاء باش نقابلوا الولي. هذه مش عارف، احنا ما نتهموا حتى واحد، لكن هذه علامة استفهام، مانيش عارفين هل تقصير في الجهة المعنية اللي باش تبلغ الأمر، مانيش عارف. الرائحة الكريهة التي تصدر عن الاستبلات والمزارع نتاع الجهة الغربية، ولا يخفاكم أن هناك معناها مستشفى كبير، مستشفى الأمراض تاع السرطان، والرائحة حقيقة بعض الأحيان معناها تأتي معناها بشدة، خاصة قبل المغرب قليلا أو بعد الصبح. وبالتالي أيضا معناها نسمع هذه الأيام أن الفاتورة تاع الكهرباء راهي زادت، والرائحة هذه تخلينا معناها نشغل الأجهزة الكهربائية باش نتفادى الرائحة هذه. الروائح الكريهة المنبعثة من الإسطبلات اللي بقربه معناها، ومن الفلايح اللي موجودة بحذانا، السماد اللي استعملوا فيه كان معاناة كبيرة. معظم السكان هنا يعني كي سكنوا في الأيامات الأولى كانت المنطقة تميز بالهواء النقي لأنها مرتفعة شوي، ولكن في المدة الأخرى عاد الاستبلات عاد تنطلق منها روائح كريهة، وكان السكان عانوا من النقطة هذه. هني حشاكم الاستبلات هنا، معاناة في الكوارة هني، رائحة في الصيف هني معاناة كبيرة، السكان يشكوا منها هني، هذه مشكلة كبيرة. وهذه وين المواطن ما كانش يتكلم عنها هنا، قداش مره هنا نتكلموا ولا واحد يقول في هذه المشكله، مشكله كبيره. في صباح ثو صباح تلقاها غبر هكا فصل الحشين، ما بالك هنا ما زالت شق الحشين تراب وكذا، تلقاها غبر هكا طول تاع غنم وبقر، شكينا درنا تو ما كان شيء. بحيث لما تنتقلش الرائحه وما تحولش المنطقه الى منطقه موبوءه، صراحه المكان موبوء، واعتقد بعد سنوات ستكتشف الناس امراض كثيره في هذا الحي تسببها الذباب والرائحه المنتشره يوميا. وحسب معلوماتي ان رئيس الحي تقابل مع الوالي اكثر من مره وفتحوا الموضوع هذا، وكل مره هناك وعود، وهذه مشكله، مش مشكله الواد وحده او مشكله الحي وحده، هي مشكله الولايه كامل. هو بحكم ان هل الفلاحين هذا المشكل، مشكل هذا الروائح الكريهه المنبعثه بسبب السماد الطبيعي اللي يجيبوا فيه من الشمال، وبسبب الاسطبلات، كان واجب الحل أن يكون معنا إبعاد الإسطبلات بالتنسيق مع السلطات، أو إيجاد حل جذري معناه خلق منطقة فلاحية خاصة بالتربية الحيوانية، وإبعادها عن العمران، لأن منطقة تاعت عمران. ما دام الأمر فيه ضرر للمواطن، صحة المواطن أهم من كل اعتبار على كل حال. لأن في الحقيقة كما قلنا، لما كانت هذه المزارع وزحفت على المنطقة العمرانية عاد فيها ضرر، إذا صحة المواطنة تسبق كل هذه الاعتبارات. هذه مربيين نبيعوا يعني في السوق كما بقيت يعني المربيين، وسوق مليان كيفنا ومثلنا، هذا الشيء. وقضية الأرض، قضية الأرض راه يعني استصلاح بوثيقها ومعروفة عند السلطات المحلية، كل معروفة عندهم، تفهم فيا؟ نعم، يعني هذا الشيء اللي رانا فيه. وتويك رانا عدنا يعني كنا يعني اسرتين يا خالتي ثلاثه، اصبحنا تويك 15 ولا 16 نسره. رانا يعني تويك رانا متزايدين، كما متزايد البشر كما متزايد البقر. والله نطلب من السلطات المحليه ان تشوف لنا بعين الاعتبار، وتعطينا اراضي باش نديروا فيها الابقار. ماذا بينا ما عندناش وين نديروه، ما عندناش الابقار وين نديروها، ولا الابقار
عدد كثير. كاين زوج نقاط باش نقولهم. احنا بالنسبه للمربين والفلاحين يعطون يقولون لكم مسخين البلاد ونتنتوا البلاد. يجوا في دقيقه يقول لك هاك دير كورو لا عندك لا ميه لا ترسيتي. والفلاح كيف كيف يقمروا له في ربضه ويقول لك فلاح حتى يطلب عمل يقول لك هاك فلاح ومربي. هذا ما تعبين فيهم احنا هنايا باش البلاد توسخت من الطريقه هذه. ما كاينش تنظيف دوري. هذا المشكل ما تقدرش تتنفس. ها هو الفرق وين؟ موجوده اسطبلات في الشمال. يدخل البيطري يقدر يدخلها ويعمل بصفه عاديه، ولكن الاسطبلات الموجوده هنايا بحكم انها موضوعه معناها للارض وبحكم ان الفلاح ما عندوش الاستثمار باش يستثمر ثم ما يستثمرش في الاسطبل تاعو، ما يقدرش يعمل اونكار، ما يقدرش يعمل بلاتفورم. بقت الامور هكاك، لازم حل جذري، يا اما يتنحى الاسطبل نهائيا الى ما يقدرش يعمل الارضيه، ولا يستفيد من عقود، يستفيد بالتنسيق مع البيئه مع الدائره، يعطوه استفاده ويقوم بالتهيئه الضروريه للشيء هذا. يعني نطلبوا من السلطات المحليه والمعنيه بالامر، يعني ساعات نتقلقوا فعلا من الرائحه الكريهه تاع الاسطبلات اللي موجوده وراء المستشفى تاع الكونسير الجديد هذا اللي يبنوا فيه، وبالتالي ماذا بينا الكلمة تكون معنا واصلة للمعنيين. اللي حقيقة أصبحت كارثية، وما يخفكمش باللي هذا عندها قيب شهر، وحنا عندنا عديد من الشكاوي الذي أتتنا من مواطنين بلدية الواد، كما راكم تلاحظوا الروائح الكارهة، هذا الذبان، الناموس، عديد من الأمراض اللي أصبحت لا تطاق. ورانا اصبحنا حقيقة اليوم بلدية الواد، رانا ان شاء الله رايحين نحاولوا باش نقضوا عن هذه الظاهرة، ونوصلوا ورايحين ان شاء الله ماذا بينا نطلبوا من كل مواطنين بلدية الواد باش يساهموا معنا في مكافحة هذه الكوارث. كما راكم تلاحظوا اليوم هذه المذابح العشوائية، كما راكم تشوفوا حذانا اليوم راهي شيء حقيقة كارثي. لازم الناس تفهم باللي هذه من الاستبلات راهي غير شرعية، لأن النهار اللي عطوه الفلاحة باش يفلح فيها، ماهوش باش يدير فيها كوارة كما هذه ويمرض بها الناس. وأصبحت الكوارة هذه راه زحفت فيها العمران، راه أصبحت اليوم في وسط المحيط العمراني، وعاد يشكل خطر على صحة المواطن. اليوم أصبحت صحة المواطن في خطر. لهذا ولي الولاية راهو مشكور مع كل السلطات المحلية، راهي دخلت بقوة باش تقضي عن هذا الظاهرة اللي حقيقة أصبحت كارثية بمعنى